اهلا بيك يا يوسف، اتفضل. اتفضل عرف نفسك وقول القصيدة. انا يوسف محمد جمعة، داخل في الانشاد، وهقول مولاي صلي وسلم دائما ابدا. اتفضل يا يوسف. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي صلوات الله عليه. البدر كطلعته وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى، وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي صلوات الله عليه. وخير عباد الله خير البرايا، حي فينا بهداه حلو الوصايا. نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله، من كوثره يروينا فتقبل يا ربا. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي صلوات الله عليه. طاهر القلب نقي ذاكر لله، المصطفى الصفي صلى عليه الله. أخلاقه وصفاته سبحان من سواه، وقدوتي وحبيبي ودعوة النجاة. يا رسول الله، يا حبيب الله، فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا ربا. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي صلاة الله عليه. أحسنت يا يوسف في اختيار الأنشودة، وأحسنت في التنوع فيها، ورأي حضرتك يا شيخ أحمد؟ بسم الله الرحيم. ما شاء الله أداء متميز، صوت جميل، بس عايز يعني شويه حيويه شويه عشان طبعا يكون الناس تتفاعل معاه. هو صوته هادي كده، في شجن. لا هو صوته ممتاز ما شاء الله، يعني في تميز في الصوت، في نبراته، في التنقل بين المقامات ما شاء الله عليه. عنده حضور كويس، حضور ذهني ممتاز. تمام. عنده الايقاع بتاعه ما شاء الله برضه ممتاز، يعني حافظ الانشوده بتاعت الاستاذ مهرزين. برضه الصوت فيه يعني زي دفء، صوته دافي وكويس يعني. مشروع منشد ان شاء الله. ان شاء الله وحب 10 على 10. وعنده برضو الحضور الذهني في الاداء النغمي كويس، وعنده ثبات ما شاء الله عليه يعني. عند حضرتك تعقيب يا استاذ اشرف؟ ان شاء الله. هو جميل من كل النواحي اللي قال عليها شيخنا،
بس انا بلاحظ عند ما بيجي يطلع النبره بتطلع من مناخيره وما بتطلعش من زوره. عنده برد ممكن يكون برد، انت اللي تقدر تقيم عنده برد، والتكييف برده مؤثر عليه. برده السفر والاجهاد، وبعد كده هو عايز تمرين النفس الاول، ازاي ياخد نفسه ازاي عشان يبدا التوتر. برده استاذ شيخ احمد هو اعصابه مش متوتر، هو ثابت ما شاء الله عليه، هو ثابت ولكن هو بس يعني ياخد نفس المفروض ياخد مناخيره ويكتم بقه عند النفس. هو مشكلة الخيشوم دي بتتحل أظن مع الأطفال متأخرة شوية مع التمرين، بس هو عنده برد مع التمرين بس. هو ما شاء الله هو حافظ على نفسه بحيث ما طلعش في الـ في الـ في الدرجات بتاعت السلم الموسيقي وما رفعش صوته عشان هو عايه عشان ما يتوش من المقام يعني. طبعا فهو ربنا يحميه ويبارك في عمره، ما شاء الله عليه، ما شاء الله أحسنت وأبدعت. أحسنت، ألف شكرا. وإحنا عايزين زيادة كمان وعايزين يعني ارتقاء إن شاء الله. أحسنت يا يوسف، ما شاء الله موفق إن شاء الله. ألف شكرا لك يا يوسف. Что?